ملي كنت صغير كنت كنموت على شي حاجه سميتها الرسوم المتحركه. كنت غير كنخرج من المدرسه كنمشي نجري للدار باش نتفرج. لن اياس ابدا، لن استسلم، ساخلص الحلبه من كل الشرور. ملي كيساليو كنبقى نطبقو داكشي اللي شفناه انا وخويا الصغير. كنت كنبتكر شخصيات وكنرسمهم في ورقه وكنقطعها ونقلب بهم. غالبا كيكون واحد ظريف وواحد شرير وديما ضاربين. ضربة الرجل الذهبية، ضربة اليد الشريرة. وملي كنت كنقرا في الثانوي كنت كنرسم الدراري اللي كيقراو معايا، وغالبا كنت كندير كاريكاتير من الاحداث اللي كيوقعوا وسط القسم. وملي تعلمت شويه الرسم وليت كندير لي بورتري وكانوا كيبقاو يطلبوا فيا عافاك رسمني عافاك رسمني. وكنت ديما كنتهرب حتى الرسم كان مجرد هوايه، يعني حتى كنكون بالكانه ديالي عاد كرسم. والفضل الكبير كيرجع جدي الله يرحمه حيت هو اللي كان كيعلمني رسم ملي كنت صغير. وباقي كنعقل على اول رسمه رسمتها في التفتح الفني. ايوا هذه قصتي مع الرسم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم وان شاء الله تعجبكم طريقتي. وهذا اول فيديو صايبته بالبيسي حيت مازال كنتعلم الادوبي انيميشن. قبل ما نمشي بغيت نقول لكم الى عجبكم الفيديو ديروا جيم باش تشجعوني نزيد ندير فيديوهات اخرين. يلا تهلاو ونشوفكم في الفيديو الجاي.